اسكندرية السمك فيها مزاج عالي. رحت مطعم اسمه المرسى وموجود في شارع خالد بن الوليد بعد هيلتون سيدي بشر. المكان ده فعلا عالمي. اول لما دخلت كده انا والدكتور احمد قعدت اتفرج على كل السمك، طلبت كابوريا على كمان جمبري على استاكوزا على كم واحدة حتة سمك، الدينيس والمرجان والبوري، حاجة عالمية. عنده البوري ب80 جنيه وكمان عنده البولتي ب45 جنيه وعنده السمك بقى عالمي بجميع انواعه زي ما قلت لكم. قلت اجرب كده واشوف حظي في الجندوفلي، يا جمال الجندوفلي وهو بيلعب في الايد. المرسى مكان عالمي زي ما بيقولوا كده. الميزه الحلوه فيه بقى ان هو واخد الطبع اليوناني والموسيقى اليوناني، اكن رايح اليونان بس في خالد بن الوليد. كل حاجة بيقدمها فريش. أول لما بقى جت لنا السلطات قعدت أتفرج كده وأقول إيه الجمال ده، كله كوم والشرب عنده كوم تاني، اللي ياكلها لازم يجري شارع خالد بن الوليد كله من أوله لآخره ويعدي المانش لو حابب. عنده بقى الحاجة بتتقدم بشياكة والمكان شكله يفتح النفس، تسمعوا الموسيقى مع شوية أكل ترجعكم كده لعصر الجمال. المرسى فعلا كل حاجة بيقدمها طاز زي ما قال لي، وعامل لكل متابعي أكلة عدنان 10% لمدة شهر. ناس محترمين واستقبلونا أحسن استقبال. القوقعة وكمان الصينية بتاعة السمك اللي معمولة بالبطاطا وعليها كمان من فوق الجبنة الموتزاريلا تفتح النفس، والجمبري بجميع أنواعه والصبيد والجندفلي وبلح البحر والقوقعة العالمية، كل حاجة بيعملها كما قال الكتاب. أنا بقى اللي جنني بصراحة الفاهيتا. شوفوا بقى لما حط عليها الطشة بتاعت الفاهيتا وطلعت الدخان، حتى أقول كده أهب عليها الريحة كده، شم الريحة، ريحة عالمية فعلا يا جماعة. المرسى مكان عالمي. أنا انبسطت جدا لما روحت عندهم وقلت كده بسم الله أجرب البطروخ الجميل أبو جبنة لذيذة اللي بيخلي الواحد كده ينزل الجبنة من كل حتة، وكانت لنا رقشة جميلة لذيذة المحترم بناء عن ترشيح الدكتور أحمد. طبعا أنا حابب بقى أعرف حضراتكم على الدكتور أحمد، متابع أكلة عدنان. انطلق. أنا دكتور في المكتبات وفي التاريخ الإسلامي، لكن اشتراك كلنا بنشترك في حبنا للأكل وعشق الأكل. أخوي عدنان أنا اتعرفت بيه من أول ما كان الصفحة بتاعته تقريبا من 10-20 ألف متابع. حاليا الحمد لله بفضل الله، بفضل الله علينا وبفضل إخلاصه وبفضل أعمال الخير اللي بيعملها في الباطن اللي الناس ما تعرفهاش وأنا عارفها، إنه هو تخطى 1,000,000 وربنا يا رب يزيده في عمل الخير ويزيده في المتابعين. مطعم المرسى أنا أول ما تعرفت بيه تعرفت عن طريق ترشيحات الجم جربوه، لقيت بعد كده لقيت الترشيحات بتاعته في والريفيوهات اللي عليه والريت اللي عليه عالي جدا، والتعليقات الكومنتس اللي بتتكلم عليه عالية جدا جدا جدا. فعشان كده اخترت طالما عدنان جا اسكندرية يبقى لازم ياكل سمك، وطالما لازم ياكل سمك يبقى يجي مطعم. بس بصراحة اقول لك الحاجة، كل حاجة عندهم حلوة. انا عجبتني جدا بسبوسة الطارخ بصراحة، يعني الشيفات حاجة، وفي حاجات تانية بصراحة كل حاجة حلوة، بس في حاجات الشوربة بتاعتهم حلوة. لا الطاجن ده، الطاجن السعادة ده، الطاجن السعادة ده اللي هو بطارخ بقى على جمبري على الله. شوية مكرونة بقى الله. وده حاجة. التاني اللي عليه الجبنة الموزريلا الله، قوقعة الله، انت اللي الله ده. حاجة تفتح نفس الحياة. والله انا متشكر جدا، الله يخليك عدنان، ربنا يخليك، وشرف ليا ان انا اعرف حضرتك، وبشكر كل متابعي اكلة عدنان ان هم السبب ان عرفوني الدكتور احمد، لان لولا دعمكم ليا الدكتور احمد ما كانش يعرفني. بشكر اهل اسكندريه وبقول لهم فعلا فخر ليكم محل المرسى في شارع خالد بن الوليد. شكرا جدا، اهلا بيك عدنان، ودايما في اسكندريه منورنا وبنرحب بيك في اي وقت. ربنا يخليك يا دكتور، الله يخليك. سلام طيب، وحضرتك بالصحه والسلامه. سلام طيبين، وسلام لاهل اسكندريه. كل سنه وانتم طيبين جميعا.